شوفوا احنا من لم انا ايش رايك اني طلب مني اني في مثلا اذا كانوا نريد الاستمرار في العمل في الحكومه ف ممكن تعتذر على الدخول في الانتخابات، وهذا تم حقيقة الأمر من رئيس مجلس النواب هذا العرض بشكل مباشر. عقيلة صالح رئيس مجلس النواب عن طريق نقلت إليك رسالة، نقلت إلي رسالة قبل 24 ديسمبر، بعد 24 ديسمبر فحواها طبعا أن يريد إقصائي من هذه الانتخابات في مقابل استمرارك في الحكومة. استمراري سنة ولا ست شهور ولا عام ولا هو بدون أي مشاكل. كيف كان ردك؟ طبيعي، كيف ردي؟ احنا هنا ماناش مساومين بمكاتبنا وبموقفنا، احنا هنا في نعبر على الشعب ونعبر على البلاد ونعبر، انا من 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 لا املك نفسي ولا املك قراري اني يعني لما نجي نقول والله اني بننتخب ولا ما ننتخبش، بعدين من يصادر حق من؟ شوفوا انا رديت برد، قلت لهم اذا كان حقيقة الأمر إذا كان تريد الخروج أنا أول من نخرج من الانتخابات، من ترشيح الانتخابات، لكن لابد نخرج كل الأجسام من 2011 اللي مسكوا مناصب يخرجوا من الانتخابات.